بكم من جديد. والحقيقة إن الوجود مع الشباب بيدي طاقة وبيديني إحساس دايما إن في أمل وإن في رؤية لمستقبل أفضل، حتى لو كانوا من طيارين مختلفين. وهو ده، إحنا التلاتة قاعدين على ترابيزة واحدة، ما بنتخانقش، إحنا التلاتة بنتكلم في اتجاه واحد. ما يهمنا الآن هو نسبة مشاركة مرتفعة، ما يهمنا الآن هو يا ترى هنعمل إيه بقى بعد نسبة المشاركة المرتفعة ده، مع وجود حد يكون في السلطة، حد في المعارضة. لكن في النهاية إحنا كلنا محتاجين مرحلة قادمة نراعي فيها الديمقراطية ونراعي فيها البناء أيضا. شهاب، تقييمكم بقى في غرف العمليات للمحافظات، يعني إحنا عندنا أكبر 7 محافظات كتل تصويتية عارفينها، أنتوا شايفين مين أكتر محافظة هيكون فيها تصويت؟ قبل بس ما نخش على الكتل التصويتيه، انا عايز اكد على كلام حضرتك قلتيه النهارده، سواء حمله سيد حمدان صباحي، سواء حمله المشير السيسي، سواء الاحزاب السياسيه، اي حد بيقول انزل وشارك. مش انزل وشارك عشان تنتخب حد معين، انزل وشارك عشان تقول للعالم كله ان البلد ديت اهلها هم اصحابها، اهلها مهتمين بالمشاركه. تقول للكل، تقول للحاكم اللي جاي ان ده شعب بينزل ويشارك في العمليه الانتخابيه. فديت رساله محتاجين ان احنا ناكدها. على صعيد متابعه غرف العمليات، طبعا لغايه اللحظه دي مفيش ارقام واضحه، لكن المحافظات الوضع طبعا الجندر الناس كلها اتكلمت عليه، الاغلبيه طبعا المشاركه الاعلى للسيدات، دي حاجه ما نقدرش ان احنا نناقش فيها، وانا والبحيري موقفنا محرج جدا في الموضوع دوت. بس يعني بس انتوا نزلتوا هذا اكيد، هو الواقع. والله والله فين العلامه اهو؟ بس انا مسح على فكره، انا بغمس جامد. هنا عندنا مشكله انه اتمسح. طب بلاش نتكلم في الموضوع ده، طيب. عشان اللجنه تعتبرها لا والنبي بلاش اللجنه. اتفضل. لكن بالنسبه للمحافظات، في تقديرنا ان في مشاركه قويه جدا من القناه، لسه زميلنا محمد صفا بعت لنا دلوقتي بيأكد ان في مشاركه كبيره جدا في محافظات القناه، تحديدا في بورسعيد المشاركه جيده جدا. الموقف مش بطال الى حد كبير قوي في بعض المحافظات البحري، اضعف شويه في القاهره واضعف كتير في الصعيد. بس السبب في الضعف في الصعيد في اغلب الاوقات مرتبط بعوامل مختلفه. يعني في المنيا طبعا احنا فاهمين ان في حساسيه كبيره طبعاً. في حساسيه كبيره النهارده موجوده في المنيا بعد الاحكام الاخيره، ففي تخوف ان الناس تنزل تشارك فيحصل عليها اعتداء او حاجه بالشكل دوت. قوات الامن بصراحه عشان ابقى برضو صادق عامله تامين كويس جدا للجان، لكن في نهايه الامر قوات الامن عينك وانت في اللجنه، لكن بعد كده ايه اللي هيحصل؟ ما ديت المشكله الكبيره اللي موجوده. الى بعيدا عن مشكله المغتربين وازمه المغتربين، نظن ان الامور ماشيه بشكل معقول الى حد كبير. بحيري، يعني انت قلت نقطه مهمه، انه ربما كان في تصدير احساس ان هناك منافس فايز وان هو ده المنقذ والمخلص وما الى ذلك، لكن الحقيقه ان في نقطه تانية وانا عايز اسالك عليها. هل تشعر ان عدم حديه المنافسه، بمعنى مرسي وشفيق، كان في استقطاب واضح جدا وكان في حده وكانوا الاثنين يعني هجوم صارخ بين المرشحين، هل عدم وجود هذه الحديه في المنافسه، برضو الاثنين مرشحين محترمين فكل واحد بيقول كلام طيب عن المرشح التاني، ممكن يكون بيهاجم برنامجه، لكن في النهايه في قدر من الاحترام، الاثنين جايين من معسكر واحد الى حد ما، يعني مش معسكرين بعيد قوي عن بعض. هل عدا اختفاء هذه الحده في المنافسه، هذا الاستقطاب الفظيع، ممكن يكون برضو سبب في ان الناس، يعني موضوع مش الناس ما تنزلش غير في لحظه الخطر قوي؟ هو مش في لحظه الخطر، هو احنا في خطر بالفعل. يعني يمكن المواطن المصري مش احنا حاسين بيه، بس يمكن المواطن المصري مش حاسس الخطر ده. ما هو ده اللي احنا دايما انا بصدره. انا خليني اتفق مع حضرتك على حاجه، اذا انا قارنت ب 2012 بعيد عن مرسي وشفيق، لا كان في حاله منافسه، يعني في برامج بتطرح، في تحركات جماهيريه، منافسه مش اوكي. بعيد عن نظر عن احنا حامدين المره اللي فاتت وكان قدامه 12 واحد لم يتلفظ بلفظ خارج على واحد ولا واحد منهم، ان في الاخر دي انا داخل في منافسه انتخابيه بغض النظر عن الامور الشخصيه. في منافسه كان في تقطيع يعني. انا خلال المرحله اللي فاتت دي واكثر من مره طلعت انا وشهاب، ولغايه اخر مره كنا انا وهو في احدى القنوات الفضائيه، كنت انا قاعد بقدم برنامج الانتخابي. يا شهاب قول لي البرنامج. مش فيش برنامج. طب ما فيش تنافس برامج. حد عنده برنامج؟ مش حد عنده برنامج. برنامج ممسوك اقدر اتكلم عليه، اقدر اعمل عليه جدل بعيد عن التصريحات. طيب خلينا ننزل نتكلم على، طبعا ودي ترجع لكل شخصيه كل حمله وحسب حساباتها الشخصيه. لكن في الاخر في حد
تعالى ننزل نعمل مؤتمرات انتخابيه وجماهيريه، ففي حد بيعمل وفي حد تاني بيعمل لقاء طبقا لامكانياته وحساباته الامنيه، ما عنديش مشكله فيها. تعالوا نعمل مناظره، اوكي، مناظرات بشكل هي المشكله. بجانب طبعا برضه هرجع تاني، ومش قصدي كل الاعلام، لكن انا بتكلم على ما حدث بشكل عام خلال مرحله. انا بتكلم ان هناك مشاكل مجتمعيه ومشاكل بالفعل موجوده، ان الشعب المصري في الاستفتاء اللي خرج حوالي 20.5 تقريبا، 20.5 مليون، كانوا 38.5%. انا بتكلم من نسبه مشاركه في الانتخابات الرئاسيه اللي كانت 50 مليون من لهم حق التصويت، خرج تقريبا 26. كانت اعلاهم في مجلس الشعب في 2011. ايه اللي حصل في الاستفتاء؟ في كارثه الاعلام ما انتبهش، ان كتير جدا من اللي كانوا اصدقائي، على فكره ما جاء في الدستور المصري في باب الحريات من اعظم ما جاء في باب الحريات على مستوى حلو. بس ايه اللي حصل بقى؟ فكره ان انا اسمع الاخر بالرفض، ان انا رافض الدستور عشان ماده المحاكمات العسكريه، ازاي تقول كده يعني؟ اوكي، تعالى فكره ازاي تنزل ليله الانتخابات اما يتقال على مقاطعه، انا هتخيل محرك من قاطع المقاطعه دي موقف سياسي، فاقول ان انت خائن وعميل. طب انا خاين، انا خاين الامريكان والصهاينه وكل اللي انتوا عايزين تقولوه. انا بقالي 3 اشهر بحاول كل من هو مختلف معي على الناحيه الثانيه اوصمه بشكل طبعا ده خلال مرحله انتقاليه. بتكلم على فكره تسريبات، فكره شباب 25 اللي دمروا الدنيا وخربوا البلد، شايف ان ده اضاف لاحباط طبعاً فئه من طبعاً الشباب. وخلينا اتفق مع حضرتك على حاجه، فكره ان مرحله من المراحل وجوه الشعب المصري لفظها تعود مرة أخرى إلى تصدير المشهد بنفس طبيعة انتخابات أحمد عز في 2010. صدقيني أنا عندي كتير جدا من أصدقائي، بس أنا عايز أقول لك إن إحنا نفسنا منزعجين في أماكن كثيرة جدا، يعني أنا شخصيا منزعجة طبعا. ما هو ده، أما أنا أحط بقى الصور دي كلها على بعض، فجأة النهاردة الحكومة تطلع أجازة، تفتح المترو ببلاش، ما أعرفش إيه، أنت خلاص عملت عقل وصورت للناس مشهد. بس أنا اللي بقوله برضو اني انا شايف ان هناك فرصه، وصدقيني والله العظيم يا استاذ لميس، وانا واثق وثقه كامله ان الفرصه حتى لو متبقي 6 ساعات والمصريين دايما عندهم دايما الفرصه الاخيره بتبقى برضه مظبوط. بس الفرصه بالنسبه لي بقى، انا هختلف، ان فكره المشاركه بالنسبه للراي العام الدولي مهمه طبعا، لكن بالنسبه لي انا ان كل واحد الان قاعد الان هينزل من بيته يروح لجنه الانتخابات، انا بقول لحضرتك ان هو صوت الحمدي، صدقيني والله اقسم بالله. كل يا واحد شهاب، انا ماليش دعوه بالقصه دي. كل واحد الان واخد قرار ان هو مش ينزل الانتخابات، وخد قرار الان ان هو ينزل الانتخابات هيروح يدي صوت الحمدي. لا ده انت انا مش متفق، بس عايز اقول حاجه، انا مش عايز اتكلم دلوقتي في مين اللي هيكسب ولا مين كان عنده برنامج ولا مين ما كانش عنده برنامج. واقع الامر ان كمان كام ساعه هيكون اتقرر مين هو رئيس مصر القادم، واول مهمه لرئيس مصر القادم انه ينسى المنافسه اللي فاتت ويفكر في حاجه واحده بس، ازاي يقدر يضمن ان الانتخابات اللي جايه الناس هيكون عندها الامل والرغبه في المشاركه اللي تخلينا نشوف نسبه مشاركه عمرنا ما شفناها قبل كده. الرئيس القادم عليه انه تبقى اولويته، سواء كان سيد حمدان او المشير السيسي، عليه ان تكون اولويته الاولى ازاي يدي للناس الامل، ازاي يقدر ان يوجد للشباب الفرصه صح ان هم يشتغلوا، الفرصه ان هم يطلعوا ابداعاتهم. اكتر حاجه بتخنق الواحد يا استاذه لميس لما يكون عنده فكره ويكون عنده حاجه يقدر ان هو يعملها مكان، ومش قادر ان هو يعملها. ده حقيقي. انتل ولا مايكروسوفت ولا ابل، كل دول كانوا ايه؟ ما كل دول كانوا افكار صغيره الدوله ساعدت الافكار دي ان هي تتحول في حق، لا تتحول لحاجه السيستم النظام نفسه. الازمه اللي موجوده في مصر ان الافكار ما تساعدتش، عندنا مشاريع لعبقرة، عندنا مشاريع لاقتصاديين، عندنا مشاريع لسياسيين، مطلوب من الدولة ان هي تدعم كل دول. السبب ان انا مش عايز ارد، يعني يمكن انا برضو مختلف مع البحيري في كام حاجة، بس الرسالة اللي انا لازم انا والبحيري نوصلها للناس النهاردة ان يا اخوانا من كان يؤمن بفلان فان فلان خلاص الناس ذهبت اليه وانتخبت، لكن من كان يؤمن بمصر فعليه انه يستمر، لان مصر مستمره ولازم نشتغل عشان مصر. قبل ما اخرج فاصل معي على الهاتف دكتوره عزه هيكل الكاتبه المعروفه، اهلا بيكي يا استاذه عزه. اهلا اهلا بك يا استاذه. اهلا يا دكتوره، ازي حضرتك؟ الله يخليكي. اتفضلي يا فندم. انا من فضلك، يعني انا بس برضو ان احنا نعمل جميعا كده مناسبه سريعه بالرغم من كل التحفظات اللي بتتقال يعني من السيد رئيس الجمهوريه او من اللجنه العليا للانتخابات، وعايزين بس نسال سؤال: لماذا الوافدين؟ لماذا تم منع الوافدين هذه المرة؟ 8 مليون وافد ممنوعين من التصويت ومحرومين من التصويت.
بنرجو من السيد المستشار عدلي منصور ان يصحح هذا الخطا، لان اتقال هذا الكلام وطالبنا وناشدنا بيه، وحتى هذه اللحظه في اعرف لغايه دلوقتي اكثر من 10 مش قادرين يصوتوا. هو يمكن اللجنه بتقول ان اللي صوتوا، يعني احنا بنتكلم يمكن الحصر ان هم 8 مليون وافد، لكن في النهايه اللي راحوا صوتوا على الدستور كانوا 424,000، فاللجنه بتقول ان هذا رقم لا يستاهل ان يعني نعرض العمليه الانتخابيه فيه لربما التشكيك او البطلان او اي شيء. الموقف اخطر يا استاذه لميس، لان مش الموضوع ان هم نص مليون، ولكنها حق من حقوق الانسان، يعني ده حق من حقوق المواطنه وحقوق الانسان، انه زي ما كان في المساواه زي ما كان في الاستفتاء يكون في هذه اللحظه. ايه الاختلاف؟ بنحب نعرفه. نمره اثنين، وده برضه بنشته برضه من حضرتك، ان فكره ان الديمقراطيه عندما نشات، يعني في اثينا مش هنتكلم في فلسفه، ولكن هي كان لها عقوبات وغرامات. تصوتي عليه غرامه. رغم ال 500 جنيه ارجو انها يتم تفعيلها فورا ممن لن يقوم بالتصويت، وبتكون عن طريق ثلاث مناحي. اول طريقه اللي بيحاول يجدد رخصه القياده، او اللي بيحاول يجدد البطاقه، وطبعا السريعه جدا واللي هتكون فعاله ومؤثره اللي هو هياخد البطاقه التموينيه. خلينا نقول مره اخرى، نحن في بدايات الديمقراطيه، واول مره ما يكونش في حشود، وما فيش بكل اسف ما فيش على الارض، ما فيش نقابات اشتغلت على الارض، ما فيش منظمات مجتمع مدني اشتغلت على الارض، ما فيش مجالس اشتغلت على الارض، والنزول ده نزول مصريين بلا اي تدخل من اي تنظيمات سياسيه او مدنيه كانت ممكن تساعدهم. فارجو ان احنا نساعدهم بقى ان هم يعرفوا حقوقهم وواجباتهم، ان من لا يشارك في بناء مصر الجديده ليس له مكان في مصر الجديده. بشكرك دكتورة عزة هيكل. يعني أنا طبعا بحترم كل هذه الآراء وقلناها قبل كده، يعني ما يهمنا في النهاية أنها انتخابات نزيهة، نشعر يعني بكل كلام المراقبين الدوليين المراقبين المحليين، هذه انتخابات قدر النزاهة فيها مرتفع جدا، بنتعلم من الأخطاء وبنتعلم من الأمور، وأرجو أن تكون اللجنة العليا للانتخابات بتسمع كل هذه الآراء وتستمع إليها، يمكن يكون هناك حل. خلونا نخرج فاصل، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار.